زهقتي من الاكل بتاع كل يوم؟ هاتي نص كيلو لحمه مفرومه وتعالي نعمل بيهم زي ما بيقولوا كده وليمه غدا تكفي اسره 7 افراد، والنتيجه بجد والطعم في الاخر هيبهروكي جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف بيتعملوا ازاي. في الاول خالص بنجيب بوله ونحط فيها نص كيلو من اللحمه، وهنحط عليهم بصلتين كبار فرمهم ناعم في الكبة، وهنا استخدمت بصلتين كبار علشان بس في الاخر الكمية تطلع كتيرة. وهنضيف عليهم معلقتين كبار من البقدونس المفروم، وهنضيف عليهم كمان بيضة، وكمان معلقة كبيرة من النشا، ومعلقتين كبار من البقسماط. وبعد كده بنضيف البهارات بتاعتنا، بنضيف بقى معلقة صغيرة من الملح، وكمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهنضيف كمان نص معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، ونص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، وهنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها بحيث ان اللحمة تمتزج مع البهارات ومع البيض كويس، وبيجيلي في الاخر شكلها كده. لازم تكون عجينة متماسكة بالشكل ده. هنغطيها بقى ببلاستيك راب وهندخلها التلاجة نص ساعة. تمام. وبعد حوالي نص ساعة خرجنا بقى الكفتة من التلاجة وهنبدأ نشكلها. بنجيب كده طبق فيه زيت ونحط الزيت في ايدينا، ونبدأ نجيب كده قطعة من العجينة بتاعة الكفتة ونبدأ نشكلها على شكل كورة، ما بتاخدش اي وقت معنا. وطبعا الطبق اللي احنا هنحط فيه كور الكفتة لازم برضو نحط فيه شوية من الزيت. ومعلش انا بعتذر عشان صوتي، لان بجد عندي دور برد صعب جدا جدا جدا. دعواتكم بقى ليا بالشفاء. وهنا بعد ما خلصت كل الكمية طلعت لي حوالي 17 قطعة من الكفتة، هركنهم بقى على جنب. وجبت بقى بطاطس وبدأت اقطعها لمكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا المكعبات حجمها وسط. وجبت كمان فلفل اخضر وفلفل اصفر وفلفل احمر وكمان فلفل حراق، وبرضو بدأنا نقطعه مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بنجيب بتنجان ونبدأ برضو نقشره، وهنقطعه برضو مكعبات على قد نفس المكعبات اللي احنا قطعنا بيها البطاطس. هنحط بقى البتنجان كده في مصفى، وهنحط عليه معلقه صغيره كده او معلقتين صغيرين من الملح، وهنسيبه يقف في المصفى حوالي ربع ساعه لحد ما يصفي الميه بتاعته كلها. وبعد كده حطينا عليه معلقتين كبار من الدقيق، وهنغلف البتنجان بالدقيق كويس علشان ما يشربش معايا زيت لما نيجي نحمره. هنجيب بقى طاسه على النار، والنار لازم تكون عاليه، وحاطين فيها شويه زيت حلوين. واول حاجه هنقليها او هنحمرها هي البطاطس. هنبدا بقى نوزع البطاطس بالشكل ده، واول لما تبدا تاخد لون معايا بنبدا بقى نقلبها كده ونطلعها على طول. طبعا انا مش بحمرها قوي، انا يدوبك بس بتاخد اول لون كده، ونبدا بقى نخرجها. هنحطها طبعا في مصفى. وتاني حاجه بنحمرها هي البتنجان، بنحط برده البتنجان ونوزعه كويس في الطاسه، واول لما ياخد لون معانا بسيط بالشكل ده بنبدا برده نخرجه ونحطه في مصفى يصفي اي زيت زياده فيه. وزي ما انتم شايفين كميه الزيت زي ما هي، ما قلتش ولا حاجه، وده لان حطيت على البتنجان شويه من الدقيق. وبعد كده بنحط الفلفل الاخضر في الزيت، وهنبدا بس نديله تقليبه واحده مع الزيت ونخرجه على طول. وطبعا بنحطه برده في المصفى علشان يصفي اي زيت زياده موجود فيه. وفي نفس الزيت بنحط بقى كده الكفتة، وهنبدأ برضو نديها لون حلو، بنديها لون حلو على الناحيتين. اول لما بتبدأ تاخد لون من تحت على طول بنقلبها على الناحية التانية. تمام. ويا دوبك في ثواني بتاخد لون على الناحيتين، وهنبدا نخرجها على طول. وعايزه اقول لكم كمان، اول لما حطيت الكفته في الزيت خليت النار من عاليه لوسط علشان بس الكفته ما تتحرقش معانا. هنجيب بقى طاجن او طاسه او صينيه، اي حاجه هتشتغلوا فيها، وحطيت فيها شويه زيت، وحطيت عليها كمان قطعه كده من السمنه البلدي على معلقه صغيره من الثوم، وهنقلب بقى الثوم لحد ما ريحته تظهر معانا. وبعد كده بنضيف صلصه الطماطم، او ممكن تحطوا عصير طماطم عادي مفيش مشكله، وهنضيف كمان شويه من الميه. وبعد كده هنضيفها على الصلصة علشان بس الحموضة بتاعتها شوية من السكر صغيرين، وكمان شوية من الملح، وكمان شوية من الفلفل الاسود، وكمان شوية صغيرين من الكمون، وكمان معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان شوية من البهارات المشكلة. هنقلبهم بقى كويس مع بعض، وكده خلاص الصلصة بقت جاهزة معانا. هناخد بقى معلقتين كبار كده وهنركنهم على جنب. وفي نفس بقية الصلصة هنبدأ بقى نحط كده البتنجان اللي احنا محمرينه مع بعض، وكمان البطاطس، وكمان هنحط الفلفل الاخضر. بس سبت كده حوالي قطعتين ثلاثة من الفلفل الاخضر والاصفر والاحمر عشان نحطهم على وش الكفتة من فوق. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، وبعد كده هنضيف شوية من المية. هنضيف المية لحد ما نغطي بس البطاطس والخضار بالمية. واخر خطوة بقى معانا خالص، بنجيب الكفتة وهنبدأ بقى نوزعها على الخضار. طبعا هنا زي ما انتم شايفين ان الكفتة طلعت معايا كمية كبيرة جدا، هنبدا نوزعها بالشكل ده. كنا سايبين معلقتين كبار من الصلصه في الاول خالص كده، هنبدا نوزعهم على الكفته بالشكل ده.
وكنا كمان سايبين فلفل اخضر وفلفل اصفر وفلفل احمر، هنبدا برضو نزين بيهم الكفته زي ما انتم شايفين كده. وجبت كمان طماطمايه وبشرتها كده بالمبشره ناعم، وهنبدا بقى ناخد الطماطمايه دي ونبدا نوزعها على الكفته من فوق وعلى الصلصه، ودي بتفرق في الاخر في طعم الكفته، بتخلي طعمه حلو قوي. اول لما الطاجن يبدا يغلي معانا بالشكل ده هنهدي بقى النار وهنغطي عليه بورق فويل ونسيبه يستوي معايا حوالي نص ساعه. وطبعا هنا انا ما دخلتش الطاجن الفرن خالص، انا اكتفيت بس بالتسويه على البوتاجاز لان كنت محمره كل حاجه في الاول. وكمان الطاجن ده ميزته ان هو بيتحط على البوتاجاز عادي وبيتحط على النار مباشره كده، ما بيحصلوش اي حاجه. هنضيف بقى عليهم كده شويه من البقدونس للتزيين، وزي ما انتم شايفين هنا كده البطاطس مستويه ومش مهريه، وكمان الكفته مستويه خالص معانا. وبعد كده شلت الطاجن من على النار علشان نقدمه، وزي ما انتم سامعين ده بقى فايدة الطاجن ده. الفايدة التانية فيه ان هو بيحتفظ بالحرارة بتاعت الاكل مدة طويلة جدا، يعني ممكن يفضل بالشكل ده حوالي 10 دقايق. وهسيب لكم كمان ان شاء الله المكان اللي انا جايبة منه الطاجن ده من بيتجي اسمه الخيامية، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الكومنتات لو انتوا حابين تشوفوا عنده. وبس بقى دي كانت نهاية الوصفة، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، وربنا يحسن ما بين ايديكم، مع الف سلامة.